إيمانا بمواهب الفنانين السوريين ودعما لرسالتهم الراقية لإيصال الحب عبر لوحاتهم البصرية المليئة بالإحساس، تم إحياء المعرض الاستعادي السادس لفن الجرافيك لعام 2021 في صالة الفردوس. هذا المعرض الاستعادي له أهمية خاصة، لأنه كما تعلمون وزارة الثقافة لديها كم كبير من اللوحات الفنية المقتنات، يعني التي دفعت ثمنها وهي مخزونها المادي تمهيداً لعرضها في متاحف الفن الحديث وغيرها. يكون في عنا معرض سنوي للجرافيك يجمع فيه الخبرات القديمة ويجمع فيه تجارب الفنانين، هذا بيعطي أهمية للمعرض وبيعطي استمرارية، لأنه الجيل الجديد هو اللي عم يبني المستقبل. وبهالمناسبة يعني لازم يكون فيه اهتمام كتير، يعني فن الجرافيك كان فن منسي لفترة معينة من تاريخ الحركة التشكيلية في سوريا، الآن بدأ ياخذ دوره، ومن خلال الأساتذة الكبار في كلية الفنون الجميلة عم يخرجوا جيل كتير مهم، ولذلك يرجع ياخذ فن الجرافيك ألقه. ولازم الاهتمام كمان باللوحة الجرافيكية، لأنه هي أساس الطباعة بالأساس. تنمية الحس الفني وتسليط الضوء عليهم يزيد من خيال المصممين في تطوير الأعمال وتحسين اللوحة البصرية، لأن الفن هو أساس الحضارات.